ولسه معيدين معاكم في رابع ايام عيد الاضحى المبارك. دلوقتي يجي ميعادنا مع فقره الميك اب والمكياج، وهنتعلم النهارده مع ريهام جهاد خبيره التجميل ازاي نعمل ميك اب بسيط وسهل. طبعا العيد كله سهرات وافراح ومناسبات، فكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانت طيبه يا ريهام، طيبة وعيد سعيد عليكي. كل سنه علينا وانت عليك طيبه. يا رب. هاي انا. هاي هوايا. عايزين نعرف بقى يعني الموضة السنة دي الألوان عاملة ايه؟ اوكي، عندنا أولا حلوة الألوان اللي انت عاملاها. انت ما كل دهش مرة بتيجي الألوان معانا السنة بلون دي. شكل يعني. لا الألوان دي فعلا موضة جدا، في الشعر كمان. ألوان الشعر موضة جدا. بعدين قلت عشان اعيط بقى بس مش أي بيوتي. حد يبقى عنده الجرأة بتاعتك. انت فظيعة. ما لازم الواحد يجرب، ما لو ما حدش جرب مش هيحس ويلاقي عليك، يعني المهم يبقى بالظبط. لاقي على الشخص ما انا وشخصيته كمان. بعد ما عملته لقيته لاقي عليا، فقلت كويس اخليه. قولي لي الوان الميك اب بقى الموضه. الوان الميك اب، العينين رموش، نركز على رموش. الحواجب تبقى كثيفه، لونها افتح شويه، من يعني قريب من لون الشعر. كان قبل كده بنغمق شويه عن لون الشعر درجتين او ثلاثه، دلوقتي تقريبا قريبه من لون الشعر. الحواجب بتبقى والحواجب تقيله ستيل موضه، هي بقى لها ستيل كذا موضه. سنه موضه، بس نفس الرسمه اللي هي المسحوبه دي ولا مش شايفه؟ مسحوبه بس فيها كيرف شويه، ما بقتش مسحوبه قوي وما بقتش قصيره زي مثلا من سنه فاتت ولا حاجه، فبقت بتبقى اطول سنه، بتبقى تخينه شويه الكيرف من هنا، ما بنحاول نلغيه حبه، وزي ما قلنا بتبقى فاتحه عن قبل كده. ولطيف قوي ان هي اللي ممكن تبقى فاتحه تدينا امكانيه ان احنا نتخن، تبقى لطيفه جدا. والاي شادو يعني هنا هنعمل احنا، انا لابسه اليوبار اللي هو جلد النمر، فلطيف حلوة ان قوي. هي very تعمل nice dress. انا لطيف ان نعمل عينين خفيفه شويه، بس هنركز شويه على الماسكرا. الماسكرا عشان البنات اللي بيحطوها نفسهم. في رموش ولا مفيش رموش؟ انا رموش؟ حاطه رموش طبعا السنه دي، يا ميك اب يعني رموش. لو رموشنا طويله فالحمد لله، مش طويله هنستعين بشويه رموش من بصديق بره. هنستعين برموش. بالظبط. بس في ناس ما بتحبش تعمل حاجات يعني ارتفيشال، يعني بتبقى يعني ماسكرا بقى لطيفه كده كذا لاير، ولما نروح البيت طبعا نشيلها، لان لو ما اتشالتش هتبوظ لنا رموشنا الاساسيه. لكن الالوان الاي شادو بقى والالوان بتاعت الميك اب يعني سو فار نوت كولر، يعني الوان اللي هي قريبه من الوان الجلد، ما عندناش مثلا غير مثلا اللون الازرق، ممكن نحطه تحت العين سنه يبقى لطيف، او تحت حوالين العين كبنسل ولا كبنسل او حوالين العينين، يعني فوق كاي لاينر لونه يبقى ازرق وتحت بس ماسكرا، حتى ما فيش اي لاينر، وبيبقى خط ازرق حوالين العينين فوقيها وتحتها. لكن الوان اكتر من كده مش نازله قوي السنه دي. يعني الميك اب عموما بصفه عامه، هل هو ميك اب يعتبر ناتشرال وسيمبل، ولا هو بيتجه اكتر للسموكي ايز مثلا؟ لا سموكي ايز تقريبا خلاص يعني بقى ما بقتش موجوده. بالظبط، بقى انا ركز اكتر على لون الروج، ما بقتش الحاجات البيج الفاتحه والحاجات الهادية قوي اللي بتدي المنظر يبقى الشكل مش صحي. لا بقت شوية فيها لون. يعني النهاردة أنا العينين خفيفة نوت كولر، عملنا الارك اللي هو القوس اللي في الجناب ده، اللي هو احنا بنسميها البنانة. بالظبط. بالظبط البنانة، واي لاينر، وهنحط الروج شوية هو اللي قوي، والروج لازم بيبقى ماتشنج مع لون المانيكير. يعني لو هنحط بالذات الاحمر، يعني الاحمر من الالوان اللي ما ينفعش ابقى حتى لبستيك احمر، وحتى لون مانيكير تاني بروتوكول وايز ما بيبقاش حلو. انا اللي بستخدمها فرشه رفيعه جدا عشان تدخل. بالظبط. في تحديد؟ لا مش حتى تحديد، ما هي الفرشه الرفيعه دي عشان التحديد. بس عموما في تحديد السنه دي؟ لا لا، ولو في بيبقى نفس اللون بيختفي برضو التحديد. لا بس السنه دي مش موجود، ولو موجود هيبقى بس عشان نثبت الروج، عشان نفس الدرجه يعني نفس الدرجه، يا اما نفس درجه الشفايف يا اما نفس درجه الروج نفسه.
لكن في يعني انت عامله القنا اللي هي البنانه دي، رسمه العين. لكن مش في، هل في رسمات عين بتكون موضه برضو، ولا لازم تكون كل واحد على حسب شكل عينيه؟ يعني البنانه رجعت موضه تاني، كانت مختفيه السنه اللي فاتت. كان السنه فاتت عندنا اي لاينر مع رموش، وكانت البنانه مختفيه خالص. الارك ده ابتدت ترجع مع الاي لاينر ستيل معانا مع الرموش. بس مش افرضي ما بتلقش، افرضي مثلا انا عيني ما تلقش عليه البنانه دي مثلا. هي مبدئيا تليق عليك. انا عارفه انا عامله ما شاء شويه الله. بس على خفيف يعني عاملاها بس مش ارك خفيف. جميل عليك. لو واحده عينيها ما تلاقيش عليها البنانه، ما عندهاش مساحه ما بين حواجبها وعينيها، تكتفي بالايلاينر مع الرموش الكتيره، سواء رموشها هي وتحط ماسكرا كتيره، يا اما رموش مستعارة بقى. نستعين بيه. احنا الفترة اللي فاتت برضو، السنة اللي فاتت واللي قبلها كده، كان في استخدام كتير للبرونزرز. يعني الناس بقت مش عايزة اللون الطبيعي بتاعها، بتبقى عايزة دايما يعني تبان برونزاج كده، واخدة تان طول الوقت طول السنة حتى في الشتاء. فالسنة دي برضو هل في البرونزرز والحاجات دي، ولا دي مش بتاعت يعني مش بموضة يعني بمزاج الناس؟ لا، مش موضه بمزاج الناس. يعني في واحده بيليق عليها قوي وتعودت عليه ولقيته حلو وشكلها بيبقى حلو فيه، تستخدمه. اكيد مش موضه. موضه السنه دي ان نفس لوننا بتاع بشرتنا، سواء بشرتنا فاتحه يبقى نفس اللون، بشرتنا غامقه، بشرتنا قمحيه، بنحط الفاونديشن نفس اللون. انا هنا بالفرشه الرفيعه دي بحدد الليبستيك من غير بنسل. بس انت طبعا على حسب بقى شكل الشفايف انت بتكبري وتصغري بقى برضه براحتك. بالظبط. يعني لو شفايف كبيره بتعملي الكونتور من جوه. بالظبط. لو صغيره هنكبر. لو لون قوي زي الاحمر ما بحبش العب كتير في حجم الشفايف، عشان هو اوريدي بيبقى قوي. فلو حطينا كمان هيبقى طيب. لو حطينا كبرنا كمان هيبقى بيبقى اوفر. على ذكر التان والحاجات دي، احنا خارجين من الصيف او بنخرج، يعني مش عارفين نخرج قوي، مش عارفين نخرج من الصيف. فالناس بتبقى خارجه من الصيف بقى، البشره مجهده جدا من الشمس ومن البحر ومن الحاجات دي. هل في طريقه طبيعيه ممكن الواحد يعملها بعد البحر وبعد الصيف يعني يحافظ على بشرته بقى؟ هو في لقطه شويه بقى. بالظبط. هو طبعا طول الصيف معتني ببشرتها وبتحط سان بلوك لما تيجي نازله الميه او تبقى في الشمس او كده، تبقى حتى سان بلوك. هتخرج من الصيف فتره الخريف بشرتها هتبتدي تفتحي تدريجيا، الى ان توصل في فصل الشتاء للون اللي هي كانت قبل ما تدخل الصيف. يعني العتنة ده ازاي يعني بيكون؟ كل يوم يوميا تحط سان بلوك. سان بلوك حتى وهي نازله عادي؟ وهي نازله. امال افتر سان ده ايه وظيفته بالظبط؟ ده بعد ما بنتحرق بقى هو بيلطف الموضه، بس احنا مش عايزين نتحرق. فالسان بلوك لما بتحطيه ده لازم تتحرقي ولا بعد ما يعني اللي هو السان بلوك؟ لا قبل بقى. لا انا بتكلم على الافتر سان. كايند اوف بيبقى فيه نسبه ترطيب عاليه، عشان لو حصل السان بيرن اللي هو السان كيست اللي هو اخذنا لون حتى خفيف بيرطب، لان الشمس بتفقد البشره ميه كتير. فهو افتر سان لان هو بيديها بقى الميه اللي بالظبط كده. بالنسبه طبعا الناس اللي اتحرقوا بيبقى فيه انواع قويه جدا بتخلي بترطب شويه الجروح، الحروق اللي حصل. ده كويس قوي. لكن لو انا مثلا عايزه اعتني ببشرتي يوميا ويبقى روتين يعني بالنسبه لي بس بطريقه طبيعيه، اعمل ايه؟ يعني في روتين كده يومي الناس ممكن تعمله؟ سان بلوك اول حاجه، قبل ما ننام نحط كريم حتى لو كريم ترطيب عادي. وطبعا الماركات كلها بتبقى كاتبه ده نايت كريم او كريم ليلي، لازم للبشره الدهنيه، للبشره الجافه، وللناس اللي بتحتار بيكتبوا لها لجميع انواع البشره. عشان ما يحتاروش كتير. ده مش من سن معين يعني؟ دايما يقول لك بعد ال 30 لازم تبتدي تاخدي بالك من الكلام. يعني خلينا سن 25 عشان في تلوث كده، التلوث برضو بيعجز البشره بسرعه. بيدينا ايجنج وبيخلي البشره تعجز بسرعه. احنا مع انا بلوند يعني. يمكن المصريين بشرتهم سمراء اكتر، الوانهم سمراء اكتر. الالوان اللي تليق على الوان انا غير اللي تليق على عندنا طبعا. بالظبط كده. اللوك اللي عاملينه النهارده بيليق على سكيل واسع قوي، يعني من اول ما نبقى بلوند قمحيين لحد قمحيين غامقين. بتليق عليهم. اللبستك يبقى قوي واحمر، الرموش
يعني مهفافة. مهفافة والحواجب تخينة ولونها أفتح شوية من اللون الطبيعي بتاعها. ولو طبعا الناس اللي ملونين شعرهم ومفتحين يلعبوا بقى في حواجبهم سكيل واسع. أنا هحط لها بلاشر خفيف بقى، يعني بعمله على التشيك بونز. هو ده يعني ليه طريقه برضو البلاشر ده على حسب شكل الوش صح؟ طبعا طبعا بيبقى ليه دعوه بي، يعني ممكن نعمل كام؟ ايوه فتبان عظمه الوش، فبنشتغل عليه على عظمه الوش. بس الوش الطويل غير الوش المدور غير المثلث، احنا كل واحد ليه بنحاول طريقه بلاشر معينه. بالظبط كده، التغميم والتفتيح او الكونتورنج. الكونتورنج ده صيحه طالعه في العالم كله ان احنا بننحت الوش ازاي. ايوه يعني الكونتورنج ده فعلا بره دلوقتي كله كله كل اي حد عايز يعمل ميك اب بيجو فور كونتورنج. بيعملوا ايه بقى؟ عشان بيبقى احلى في الصور. يعني انا مثلا عندي وش انا هنا، انا عايزاه اوصله ان هو يبقى وش بيضاوي، اللي هو الوش المثالي اللي بيليق على تقريبا على اغلب قصات الشعر. ده فعلا ده حقيقي. طب ما انا وشي اما انا لسه هقول ده، انا بالعكس ده انا بحس ان وشي طويل بقى، يعني ما بشوفش يعني. يعني لو حسيتيه طويل، ما هو برضو ارتياح نفسي. لو حسيتيه طويل بتغمقي من عند الدقن من عند القوره. لكن هو ما شاء الله اوفال يعني مظبوط. يعني هو الاوفال ده طلع حاجه كويسه، ده حاجه كويسه جدا والله بجد. يعني بصي ده الناس حاطين ستاندر وبيحاولوا يوصلوا له. لا والله والله هنا المناخير بغمق من عند الجناب. فبتعملي قولي لنا كده شويه تيبس للكونتورنج كده عشان الناس برضو تعرف على حسب شكل وشها. يعني اكيد كل واحده بتتفرج عارفه دلوقتي وشها هو مثلث ولا بالظبط. مدور احنا ولا بنشوف ايه. المناخير بتاعتنا كبيره من انهي حته وبنغمقها. زي ما بنبقى لابسين حاجه سودة بتبيننا ارفع، ولابسين حاجه فاتحه بتبيننا اتخن. فاحنا بنعمل نفس الموضوع. انا عندي مثلا هنا عايزه اصغر المناخير، بعمل ليه كده. ده هي مناخيرها صغننه جميله خالص. بس عشان نوري الناس بس. فبتعملي ايه بقى؟ بتصغري على حسب الحته اللي انا عايزه اصغرها، ما بغمقش دي لو عايزه المناخير. تصغري طول بالظبط من هنا بتعمليها. بالظبط. لو عايزه تصغري عرض بتتعمل من الجناب. الحته دي بس اللي قدام دي كده. لو عايزه مثلا عندي الوش طويل بغمق من هنا، بغمق من عند القوره. لو القوره عريضه عريضه أو بغمق. يعني بغمق بديها لون غامق مثلا، لون اغمق ده من بيتعمل البشره. بايه الكونتورينج ده؟ ممكن فاونديشن وممكن باليت كده زي دي فيها وفي باودر حاجات غامقه. بتبقى بتاعه كونتورينج اصلا اللي هي بتاعه اللي احنا بنقول عليها الرتوش، بتاعه الرتوش. بالظبط دي لطيفه بس دي بروفيشنال شويه. انت عشان عارفه فيها وعارفه في الميك اب فبتعرفيها، لكن البنات اللي لسه يعني الميك اب بالنسبه لهم جديد فبرجح لهم ان هم يحطوه بالبلاشر او يبقى بودرة غامقة. يعني ده مثلا نوريها للكاميرا بقى. ايوه يعني انا هختار انا اللون ده، اللون ده اغمق من بشرتها درجتين او ثلاثة. فده اللي باخد منه، ودايما لما باخد بفضي الفرشة شوي عشان ما يبقاش كتير ويعمل لي، لو حطيت كتير هيبقى صعب ان انا اشيله. بالظبط. تعملي بايدك وبال حاجة. لكن لو حطيت خفيف ممكن ازعل. فممكن اغمق من هنا عند الجناب للناس اللي قورتها او الجبهة عريضة. المناخير من هنا للناس اللي عايزة تصغر. لو عايزة انحت الوش، في بنات بيبقى وشها كلبوس جميل وحلو بس في الصور شوية بيبقى مدور زيادة. فبنحت لها من هنا. على على بالطول يعني شويه بالطول. بقصه يعني بتعمليه كده بالطول شويه علشان يسحب شويه سحبة. الوش. بس ده بالنسبه وللوش الطويل بتعمل بالعرض من عند بقى الدقن. من عند الدقن وهنا ده بالعرض عرض شويه عشان يقص شويه. طب ده جميل جدا. طب بالنسبه بقى للسهرات والافراح وكده، يعني انا ليتلي كده بقيت مثلا اروح افرح مثلا ناس صحابي وبتاع، ما بقيتش احس ان العروسه شكلها مختلف عن شكلها الطبيعي، وده حاجه حقيقه لطيفه جدا. يعني زمان كان يعني لحد قريب في ناس بتحب كده كمان، اللي هي تبقى عايزه تبان في فرحها شكلها بقى مختلف تماما، فتبقى عامله يعني تلاقي كله تحس ان انت متدخله مش عارفه العروسه فين. العروسه يا جماعه عايزه اسلم عليه. فانت بتميلي لايه اكتر؟ بتشوفي انهي احسن؟ انت تغيري الشكل تماما عشان ده يوم متميز مختلف، ولا بتحبي تحافظي على الكاركتر بتاعت العروسه؟ بس الميك اب اصله ليه دعوه فعلا بالكاركتر بتاعت العروسه. هي لو واحده عايزه تبقى ظاهره قوي بيبقى كده، بيبقى باين من فستانها. يعني بتيجي تقول لي انا اخترت الفستان ده، فبشوفه لو مليان باسترس والماز ومنفوش ببقى عارفه هي نفسها يوم فرحها تبقى عامله ازاي. بوفق ما بين ان هي تبقى ظاهره ومختلفه، وما بين ان هو يبقى لايق عليها
ما بين ان هو ما يبقاش اوفر، يعني شكلها مش يبقى ما يبقاش مختلف، لان فعلا بتحصل كتير قوي. والله بجد بتدخلي هي دي صاحبتي ولا انا دخلت مكان غلط ولا ايه؟ فلا طبعا لازم هي نفس ملامحها، بنحلي الحاجات الحلوه فيها وبنبرزها، ولو في اي دفاهات بنخبيها. بالنسبه طبعا البنات اللي بيحضروا الافراح بقوا شاطرين جدا ويحطوا ميك اب تقريبا، من كتر ما بنقول لهم في البرامج تحطوا ازاي وتعملوا ازاي بقوا بيعملوا ميك اب خلاص كله بقى بيعرف يعني، ما شاء الله واخدين بالهم من نفسهم وجمال كلهم ستارز يعني خلاص. بالظبط. ده الايلاينر عشان ناس كتير بتسال عليه، الايلاينر جل ده ثابت. ده ثابت وجميل وبيقعد، ولو في ناس لما بتيجي تفتح عينيها بيطبع فوق الايلاينر ده ما بيطبعش، جل بيبقى هو كده بيتاخد بالفرش يعني جل كده. بس هو جامد يعني، جامد جدا وما بيطلعش يعني. طب انا اعمل ايه دلوقتي في ايدي دي؟ يعني بصي هنقعد نطلع نعمل بيها كونتورنج لانا. ميرسي. طب هو ده بيستخدم ازاي؟ على طول بس بالفرشه؟ ما بيتبلش؟ ما بيتعملش بميه ولا اي حاجه؟ اول ما بيتحط على البشره بينشف في خلال دقيقتين دقيقتين تقريبا، وبعد كده بيقعد بقى طول اليوم الثمان ساعات. طب ازاي بقى؟ ميك اب ريموفر بقى، اي ميك اب ريموفر، مزين مكياج للعينين عشان ما نضرش رموشنا، لان دي حاجه مهمه قوي. الناس بتتعلم تحط مكياج وبينسوا يتعلموا ازاي يشيلوه. صحيح. لان لو شالوه بطريقه غلط هيعمل مشكله جامده، الرموش مبدئيا هتطير مش هتبقى موجوده. جفن العينين ومنطقه العينين دي كلها منطقه ضعيفه وحساسه قوي، فلما بنشيل بطريقه غلط المكياج وندعك في عينينا وكده تبتدي بقى تلاقي الهالات السوداء كترت، تبتدي تلاقي الترهلات، ما فيش رموش والخطوط طبعا. وكمان لو سيبنا المكياج بقى ما شلناهوش طبعا كله، لو في كحل او كده بتلاقي بعد شويه ان عينينا خلاص الحته دي بقت كحل، وغير الالتهابات وغير حاجات كتير بتحصل. فمهم زي الميك اب. فريدي ده حصل وده وارد يعني، وكلنا بيحصل لنا يعني كتير. انا مثلا بيبقى في انتفاخات ساعات تحت عيني، في ناس بيبقى عندها خطوط، في ناس بيبقى عندها سواد تحت العين. هل في وصفات طبيعيه او حاجه ممكن تقوليها للناس كده لو حاجه ممكن تتعمل في العادي يعني؟ اوكي طيب خلينا نتكلم ان العينين دي شباك الشخصيه، احنا مستريحين وبننام كويس وبنقوم كويس وبنلعب رياضه وما بنشربش كافي كتير وحاجات، هتلاقي ان الموضوع عينينا بقت شكلها ازرق. بنعمل كل حاجه غلط وما بننامش بوقت منظم وما بناكلش صح وما فيش رياضه، العينين هتتعب جدا. فحلها بيبقى الميك اب بلس كريمات، يعني كريمات يعني بتحسن نسبة مثلا 30 40 50. بتحسن ولا بتمنع؟ لا بتحسن يعني ممكن يحصل مثلا مشاكل والكريم يحسن، يحسن بس مع الاستمرار يعني. يخليها ما تطلعش زي ما انت بتقولي، ولو طلعت بيقللها. فكريم العينين ده موجود في كل الماركات اللي في الدنيا، ماركات الكريمات، كريم للعينين بيتحط وبنعمل مساجين. الناس اللي عندها انتفاخات كده صباعنا اللي هو بنلبس فيه الخاتم، بنقعد تك 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 يعني كده 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 كده. ايوه تك تك كده، عشان لما بقول في ناس بتعملها كده وده صح، بس في ناس ما بتعرفش تتحكم. انا فاكره ان هي العكس، انا فاكره ان هي كده وبتطلعي على بره. كانت فتره كده بس اكتشفوا ان دي بتطلع السوائل توديها للغدد على طول، السوائل اللي بتعمل ازاي يعني من بره لجوه كده. من بره لجوه المساجين يعني. فتلاقي السوائل اللي هي بتعمل البافنس او الانتفاخات بتطلع على طول، تروح تتصرف على الغدد، فما بيبقاش فيه البافنس اللي بيبقى موجود فعلا. يبقى انا كنت بعمل عكس، يمكن عشان كده بقى فيه البافنس. لا ما فيش ما شاء الله. لا انت عينيكي ما شاء الله جميله يعني. ميرسي جدا، ربنا يخليكي. طيب هل في نصيحه اخيره كده ممكن تقوليها للبنات؟ عامه بقى. دي بقى سبونج. دي سبونج جميله شبه البيضه، ظريفه قوي. دي حلوه، دي بتسيح كل حاجه في الدنيا. لا ودي تتحكمي بقى، جميله قوي انت جايبه ليها. بتتبل. هي اسمها بيوتي بلاندر، موجوده دلوقتي في مصر وفي كل الاماكن. موجوده دي بتبقى شبه البيضه كده، بنبلها ميه وحاطين فاونديشن هتسيحه، حاطين فاونديشن وباودر،
حاطين كيك للناس اللي لسه بيحطوا الكيك، بس في ماركات بقت نازله لطيفه قوي دي بتسيح كل حاجه. لا والحته اللي هي الرفيعه اللي من فوق دي بقى سهله عشان تجيب بقى العينين تحت بقى العينين وهنا وكل الزوايا، فدي هايله جدا. بيوتي بلندر، بيوتي بلندر مش عارفه بالعربي ايه، لسه هي لسه اصلها جديده فلسه ما اتعربتش، يعني الترجمه ما نزلتش. ما هي معناها بلندر دي يعني اللي هي بتسيح الحاجات يعني وبيوتي يعني جمال. بس هتلاقي اللي تطلق عليها اسم عربي كده قوي. انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، و thank you Anna very much for being with us، وكل سنه وانتي طيبه وانت طيبه وعيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا جدا. فقراتنا خلصت النهارده، كان يوم مختلف شويه عن فقرات نهارك سعيد المعتاده، يوم فني اكتر. بنعيد معاكم كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد عليك وعلى كل الامه الاسلاميه يا رب. بكره يوم جديد.